السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في نشرة أخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية. البداية مع أبرز العناوين. جامعة صحار تنظم مؤتمر التعليم والتعلم في نسخته الثالثة. تقييم المشاريع المتأهلة لجائزة الغرفة للابتكار. أهلا بكم. بمشاركة أكثر من 50 متخصصا من مختلف مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التربوية الأخرى، نظمت جامعة صحار مؤتمر التعليم والتعلم في نسخته الثالثة. المؤتمر يوفر فرصة لتبادل الممارسات في مجال التعليم العالي من خلال تقديم عدد من أوراق العمل العلمية القيمة. المناهج، إعادة التفكير في التعليم وإعادة تصميم التدريس. مؤتمر جامعة صحار لهذا العام بمشاركة واسعة من عدد من الأكاديميين والمتخصصين في السلطنة وخارجها، يقدمون أحدث أساليب التدريس والتقنيات الحديثة في البيئة التعليمية بمؤسسات التعليم العالي. ورقة العمل التي قدمتها في مؤتمر التعليم العالي شرحت التطور التعليمي في الجامعات البريطانية التي تقدم مميزات فريدة للمتعلمين، وهدفنا هو إتاحة الفرصة لعدد من الأفراد للإقبال على الدراسات العليا، لا سيما الذين يودون تطوير مستوياتهم من أجل الحصول على وظائف مرموقة. مجموعة من أوراق العمل يشغلها هذا المؤتمر تعنى بالمناهج والتكنولوجيا ونظريات التعلم النشط وتطوير التفكير الخلاق في القاعات التدريسية وإعادة مراجعة المناهج الأكاديمية وإعادة صياغتها، كما يقدم المشاركون التحفيز الأكاديمي وربط المناهج باحتياجات سوق العمل. مثل هذه المؤتمرات يعني تفيد الطالب وأيضا تعطي المحاضرين الموجودين معنا في جامعة صحار ما توصل إليه يعني الطرق الحديثة في إيصال التعليم العالي الجامعي، وما هي الطرق التي المبتكرة في هذا الجانب. مناقشات تفاعلية يتوقع أن تكون حاضرة في القاعات التي تقدم فيها الأوراق العلمية بعد هذا الافتتاح. التعليم والتعلم مرتكزان يحظيان باهتمام المؤسسات العلمية والأكاديمية التي تسعى لتطوير الممارسات في مجال التعليم العالي والعناية بالمناهج الدراسية من التنفيذ إلى التقويم. عبد العزيز بن حمد العجمي، جامعة صحار بمحافظة شمال الباطنة. أداة البرمجيات المبتكرة للأفراد ذوي الإعاقة وتصميم وتطوير آلة الصبغ هما المشروعان المتأهلان من محافظتي شمال الباطنة ومسندم للمنافسة على جائزة الغرفة للابتكار. جاء هذا التأهل بعد عملية تقييم لخمسة مشاريع متنافسة جرت في كلية العلوم التطبيقية بصحار، وسينضم المشروعان المتأهلان مع المشاريع الأخرى المتأهلة من مختلف محافظات السلطنة للمنافسة على المركز الأول بل على المراكز الأولى من الجائزة، والتي ستقام في شهر نوفمبر القادم. الجائزة من تنظيم مجلس البحث العلمي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان بهدف تحفيز الشباب العماني ودعم أفكارهم وابتكاراتهم وتحويلها إلى منتجات وخدمات يستفيد منها المجتمع. شهدت الاحتفالية الخاصة بجائزة الشيخ عيسى بن علي الخليفة للعمل التطوعي والتي استضافتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في نسختها السابعة، شهدت تكريم الشيخ سهيل بن سالم بهوان رئيس مجلس إدارة مجموعة سهيل بهوان القابضة ورئيس مؤسسة سهيل بهوان الخيرية. وتأتي الجائزة التي أطلقت عام 2010 بهدف تعزيز قيم العمل التطوعي لدى جيل الشباب من خلال تكريم النماذج المشرفة من مختلف أنحاء الوطن العربي ووضع خبرتهم وتجاربهم في بؤرة الضوء اعترافا بإسهاماتهم في خدمة مجتمعاتهم. أخبار الثقافة مستمرة من قناة عمان الثقافية، تتابعون فيها بعد قليل.
فنانان مصريان يحولان قطع غيار السيارات والخردة إلى أعمال فنية. أهلا بحضراتكم من جديد. استطاع فنانان مصريان استغلال موهبتهم الفنية لتحويل مخلفات الحياة اليومية إلى أعمال فنية، وذلك من خلال إعادة تدوير المخلفات كقطع غيار السيارات وجنازير الدراجات والمعادن الخردة وأنابيب المياه، وتحويلها إلى أعمال فنية يمكن أن تستخدم لزينة المنازل أو المكاتب. ويهدف المشروع إلى نشر الوعي بين الناس بفكرة إعادة تدوير الأشياء المستخدمة في حياتهم اليومية. فاز الفنان والمغني السنغالي يوسو نادور بإحدى الجوائز الخمس للمسابقة العالمية بريميوم إمبريال، والتي تعتبر بمثابة جائزة نوبل للفن. وقد تأسست الجائزة منذ عام 1989 من طرف الرابطة اليابانية للفن، ويعتبر يوسو أندور أول إفريقي يفوز بهذه الجائزة، إلى جانب الغاني ألانا تسوي الذي احتل المرتبة الأولى في فئة النحت. أعلن منتزه للباندا في مدينة فوتشو الصينية عن وفاة أكبر دبة باندا محتجزة في العالم. يقدر عمر الباندا ب 37 عاما. وقال التلفزيون الصيني ان الباندا باسي توفيت في مقاطعة فوجيان جنوب الصين بعد ان تدهورت صحتها من تشمع الكبد. وفي الخبر الاخير، تمكن علماء بجامعة كوين بمدينة بلفاست الايرلندية من تصميم بطارية عضوية مرنة يمكن أن تحدث ثورة في عالم الزراعات الطبية. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إن البطارية الجديدة صممت بحيث تعادل شحنتها 3 أمثال الشحن في البطاريات التقليدية، وأنها غير قابلة للاشتعال ولا تواجه مشكلة للتسرب في السوائل، ويمكن أن تستخدم في أجهزة تنظيم ضربات القلب. ختم الذي نشر مشاهدينا إعادة لأبرز عناوين. جامعة صحارى تنظم مؤتمر التعليم والتعلم في نسخته الثالثة. تقييم المشاريع المتأهلة لجائزة الغرفة للابتكار. مشاهدي الكرام، من قناة عمان الثقافية قدمنا لحضراتكم جولة أخبار الثقافة. تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.